مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بالفورم دو بيروت بعد العوده الكبيره بعد الانفجار 4 آب. لان حقنا نحلم ونستمر، لان حقنا انه نقدم فن ونضلنا مناره ومختلفين عن كل الناس، لانه نحن الوجه يلي بيخلي لبنان مختلف تماما بفضل الناس المبدعين تبعه، يعني من فنانين ومثقفين ومفكرين. وللاسف لانه ما عم نشوف اي خطه بالمستقبل ولا قادرين نشوف اي رؤيه او سياسه بتخص هالشيء يلي هو الوجه الاقوى بالعالم العربي والغربي واللي بيبدعوا فيه كل اللبنانيه، قررنا انه نستمر ونقاوم مقاومه ثقافيه فكريه وفنيه. هيك بسمعكم احلى هلا لانه شلت نص وحده. اهم شيء انه الاراده كانت ملتقيه بين هبه وانا انه نقدم شيء بالفورم، والناس بتصير تقول ليش مجاني او ليش بدون مقابل. هي اول مره نكايه بيكون لها طابع ايجابي، نكايه بكل الناس قررنا نعمل هالشيء هيك. بوقت ما في ثقافة وما في فكر وما في فن، وبوقت في مقولة مشهورة بتقول بدك تقتل شعب قتل ثقافته قتل فنه، وهيدا أهم شيء وهيدا اللي عم يعملوه. وأكثر من هيك تشرشل كان يقول الفن والثقافة إذا ما دافعنا عنهم بالحرب العالمية الثانية لعن شو بدنا ندافع؟ وهون فينا نقول إنه بس قديش هالناس بيهتموا بهالأشياء. وبس تذكر العالم انه بكل التاريخ ما بنذكر كثير الا المفكرين والرسامين والموسيقيين والمغنيين وكل شيء الا ببلدنا. نحن منبيض وجهنا وبيض وجه اللبنانيه، واللبنانيه بيبيضوا لنا وجهنا برا وين ما كان بكل هالحقول، الا اهل السياسه والمال حاطين لنا راسنا بالوحل وبالارض. بس كنت بستحلي مع يعني في كلمه بصيف 840 حلوه كثير، بقول له راح ناس واجا ناس، لا زاد الخبز بالمعاجن ولا حلت البركه بالبيوت، يمكن لازم لنا شي 100 عاميه تنوصل للخلاص. ان شاء الله ما اكون غلطان، بس كنت بستحلي على كل برامج هالمرشحين كلهم اللي طلعوا واللي ما طلعوا، مبروك للكل، بس كنت بستحلي حدا منهم يحكي كلمة واحدة عن شيء له علاقة بالثقافة والفن. بس تتعرفوا قديش نحن بعيد عن كل شيء. بهالقطر قررنا انه نستمر ونمشي، وهالشيء ما كان ممكن يصير الا بتعاضد او اتحاد عدة ناس مع بعضها ويكون في ثقة متبادلة بين كل الناس لحتى نقدر نعمل هيك عمل. اولا بدي اشكر محطة الام تي في ورئيسها ميشيل المر، الزميل اللي هو 25 سنة نحن وياه من وقت ما انطلقنا بنوع من الفكرة المعينة، وكل الناس يلي قايمين على المحطة. وأيضا بدي أشكر إلي زارد للفورم دو بيروت، لأنه كمان بالنسبة لإلي كان كتير مهم أنه نتواجد بهالمكان اللي له رمزيته واللي نحن معودين عليه وقريب من كل الناس. بدي أشكر بعض الناس اللي ساهموا معنا وما كان ممكن نعمل هالعمل، اللي هن سعادة هدى خميس، رئيس مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون أدماف، وزوجها محمد كانو، يلي هي أهم امرأة يمكن من أهم النساء اللي بتعني كثير للثقافة والفكر بأبو ظبي والإمارات وكثير أشياء تانية. بدي أشكر كمان وسيم صال صليبي، أهم من أهم البروديوسرز بأمريكا وبالعالم، والمانجر المشهور كثير لكثير من الناس، وزوجته الصديقة ريما فقيه، بتعرفوها كلنا من أمريكا. وبدي أشكر يونيفرسال أرابيك ميوزك ومتكو مع أستاذ مارون شماس. للصراحة كل هالناس كانوا بكل بساطة هيك قالوا في هالمشروع كذا، ما حدا تردد لحظة بالتفكير، لأنه الفكرة كانت جنونية إنه كيف ممكن واحد يعمل عمل
بهالطريقة كلها ونجمع هالقد كمية ناس. وعلى قولة أحد ضباط الأمن عم بطلب منه، قلت له فيك تساعدنا؟ قال لي قديش في عالم؟ قلت له الله راد بتصور هالقد. قال لي يا زلمة أكثر من المهرجانات الانتخابية. ما بقى عم يجيبه. قلت له لا أنا مرشح، ولا هبة مرشحة، ولا إبراهيم معلوف، كلنا روم أرثوذكس، ما بيمشي الحال. بدي أشكر كمان الناس التانيين اللي من قلبهم اشتغلوا. بدي أشكر آيس مع ناتالي رحال وشادي فياض اللي عطول طيبنا مع بعض وماهر بعينه. بدي أشكر كرم شادي سعد، مش اسمه كرم شادي سعد، اسمه عم بقول الجينيروزيتي تبع شادي سعد بلو ساوند. وبدي أشكر أبو الكرم روجيه باخوس كمان. بدي أشكر فادي الراعي ماستر جروب هولدينج. وأكيد هالحفلة وهالتنظيم كله وكل هالزنبرة الحفلة كلها أستاذ عبدو حسيني من التيكتينج بوكس أوفيس والبرودكشن مانجر تبعنا بكل أعمالنا، ولولا وجوده وتعبه ما كنا وصلنا لهالليلة. بدي أشكر مدام باسكال صغيب على الكوريوغرافي، وبدي أشكر روجيه أبي عائل الصديق بالسفرات البروديوسر والبيس بلاير والموسيقي المهم جدا اللي هو مرافق كل أعمالنا على جهده. وبدي أشكر كمان ميسكايا سركيس الميدل مان بيننا وبين أمريكا للمفاجآت اللي جاية قريبا مع هبة. بدي أشكر الأكيب اللي جنت حاله ليشتغل هالعمل، ناي نفاع. ناي نفاع هي بتعرفوها بروديوسر تاع أهم برامج الام تي في وغير كمان برامج، واللي هي يعني مجنونين التقوا تيعملوا شغل، ما بيعود يوقف الحلم، ما بيعود يوقف الطموح، بنصير كل واحد اخر شيء بدنا نلجم بعضنا. بدي اشكرك ناي من قلبي. بدي اشكر المخرج كميل طانس الصديق والحبيب اللي مترفقين مع بعض نحن وياه على كل شغله. بدي اشكر الارتستيك دايركتور ميراي رفيعي اللي من دبي كان اجت لهون خصوصي هيك. بدي اشكر جو سعد اللايت ديزاينر تبعنا اللي عم بيعمل شغل رائع. وبدي اشكر ساندرا نايمي كمان وعلى كل تعب اللي عملته على المسرح معنا. بدي اشكر الجرافيكس نايلة طويل. بدي اشكر الصوت كمان جهاد سماحة، وطبعا المصمم العالمي نيكولا جبران يلي مبيض لنا وجهنا وين ما كان، وهيدا بارت من الناس اللي هيك. واكيد مصمم بودي ديب للأناقة اللي شايفيني فيها انا. رائع شغله. بدي اشكر طبعا استاذ توني مندلا الهير دريسر من اهم الناس، وهلا عجم كمان للميك اب ارتست، والبي ار تبعنا إليان الحج، هلا مطر الاسيستنت مس هبه، ونادر المصلي كفيديوغرافر طبعا، وديع ابي رعد من اهم الفوكال كوتش بالعالم العربي، استاذ بطرس حنا اديب ابو النصر وديشو كواركيس، وطبعا جاد الرحباني. ليه عم بشكر؟ وقلت بخزوني اذا طولت شوي، لانه كل هالناس تيعملوا لكم هالعمل كلهم سخروا جهودهم. اهم شيء ما كان بيصير هالعمل بلا هالناس اللي هون. بدي اشكر اول شيء الممبرز اوف ذا ليبانيز فيلهارمونيك اوركسترا مع استاذ ميشيل خير الله. هالاوركسترا يلي فيما مضى من 10 سنين وخمس سنين كانت من اهم الاوركسترات، اهم اوركسترا بالعالم العربي لكون بدون تواضع. للاسف هلا عم نفقدها شوي شوي، حتى الكونسيرفاتوار والاساتذه. هو الاساتذه يلي بيربوا اولادكم على مستوى ثقافي مختلف، هودي اللي بيلولونهم خيالهم وبيبعدون عن آفات المجتمع وبيخلوني يفكروا بمستقبل مختلف تماما. بدي اشكر اول شيء استاذ ميشيل خير الله طبعا لانه هو الكونسرت ماستر تبع الفرقه. وبدي اذكر المؤسسه الدوله من كل الوزراء يلي بيقاتلوا وبيجربوا، انه يمكن اذا عرفتوا هلا انه في كونسرفاتوار وفي اوركسترا بتقولوا ايه هذا مزراب لازم يسكروا من المصاري، لشو؟ خلينا ناخذهم لشيء ثاني. بس عم بذكرهم بدل ما يهتموا فيهم ونهتم كلنا بكيف نقوم بهالموسيقى. بدي اشكر ايدي اليمين جورج مرعي مهندس الصوت واللي كثير بيشتغل انا وياه. بدي اشكر كل الناس يلي بيشتغلوا معي بالالبوم الجديد تبع هبه اللي هو اخذ منحى جلوبال اكثر بين هون وفرنسا وامريكا. بدي خص بروديوسرز من اهم الموسيقيين بالعالم العربي جورج اسيس وكمان اليكس ميساكيان. وأليكس مساكيان هودي خليني أقول هذا هالفريق اللي عم نشتغل نعمل شيء سبيسيال. وبدي أشكر حدا غريب هو أمريكاني وبيموت بلبنان
وبيحب لبنان وبضل يبعث لي مساجات اكثر من كل الناس. توم هورنيك يلي هو شو جابره انه يحب لبنان ويعمل يصور على كل شيء اكثر مني. بدي اشكر كورال اللي بيجي من الرميله واللي ما في مثله Voice of Heaven واستاذ جورج شعيا. بس تقلكم انه انا وجورج تتعرفوا وضع لبنان، كنا على اساس الكورال 70 كل يوم بيقول لي سافر هذا سافر، قلت له مثل 10 عبيد صغار كل يومين رح نوصل ل 50 اخر شيء وصلنا 60 بس راح منا 10. ونفس الشيء مع الموسيقيه، بدي اشكر الراقصين كلهم وكل واحد منهم قبل ما نبلش الحفله، واعذروني عن التطويل لانه هيدا الثمن اللي نحن مضطرين انه نقدمه للناس كمان اللي تعبوا كلهم معنا. بدي اشكر كل فرد من هالناس اللي اشتغلت بكل اكثر من 200 شخص. بدي منكم توقفوا لنغني نشيد الوطني بشكل مختلف. ببلاد برا النشيد الوطني بيكون هو الحافز، ما نزقف له بسنوبيزم، نزقف له للنشيد لأنه هو ما خصه والوطن ما خصه، نحن المشكلة. الأرض وقف علينا وعهدنا عند ربنا، نحن بدنا نعرف نعملها منيحة ولا لا. بدنا نغني بقلب واحد بصوت واحد بفخر وعزة بأننا مبسوطين بلبنان اللي نحن بدنا نحققه اللي نحن بدنا نعمله، مش وطن الزواريب والمحاصصة والطائفية والمذهبية والكراسي. هيدا هو اللي بدنا اياه بلبنان الجديد. هيك بدنا نفكر مثل ما انتم بتحلموا بكون تحققوا. كلنا بدنا نغني النشيد بصوت عالي بطريقه رح تسمعوها جديده، ان شاء الله تستمتعوا. الآخرون هم الجحيم، 25 سنة مرقت وبعد ما تغير شيء. يومية ذات الوجوه ذات الأشياء، توعى تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك، ضجيج غبر عجقة سيارات ذات الأخبار، معارضة وموالاة، بتموت وبتعيش 100 مرة وما حدا مهتم لك. كل إنسان عايش بجحيمه، كل إنسان عم بيدور بمأساته، مفتكر معه الحق. الغلط عم بيزيد عم بيزيد
وانت حامل السلم بالعرض. برج العقرب صار بمدار التنك، عم بيدور الكون بعكس الفلك، ورجال الحديد قلدوا الملك. شقة صغيري عصفور وسجين بناي كبيري، وعم بتدور الأرض دوامة كبيري. بعيد الأشياء بتشوفها أجمل، الأنظمة والناس والحب الأول، لما بتصير قريب كل شي بيتبدل. مجهول قصيدي حلوي، والمدير إنسان وما لبيغوي. أنا مش عارف غيره، عم بتهتم وحدة زادت صافي عيوني، فوضى جنود ولش أنا وحدي. يمكن حتى غير وضعي لازم غير النظام. أنا مش عارف غيره، خللنا دعم شعبي كل شي بيتزبط ولا شغلي صعبي. ناخب ونايب وبتدور اللعبي، سياسة المال شو فيك تقلا. خلايق من الطوايف الله، هدموا الأديان هجروا العالم لوين رايح؟ نخبروا على بعضكم، كل مستعجل، كل واحد بده حاله، ما حدا بيشعر مع التاني. ما بقى في مروة، ضغط، بشاعة، فلتان، ما عاد في روابط وقيم، انكسرت الصداقة، كل شي صار محلل، استغلال، غش،
بس تختني بسرعة. ومع هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس، بلد صار أغنية وفقرة. قديش بدك تعاني؟ وصلت على نقطة العودة، يا بتنتحر يا بتهاجر يا بتفوت باللعبة. فتش على خلاصك. مساء الخير. فرحت كتير كبيرة الليلة، لأنه من بعد كذا سنة عم نرجع نلتقي بالجمهور اللبناني ببيروت، وتحديداً بالفورم دو بيروت. هالكم سنة اللي قطعوا علينا كانوا كتير صعبين، إن كان على صعيد الكوفيد بانديميك أو الظروف الصعبة اللي عم بيقطع فيها لبنان وبعده لليوم عم بيقطع فيها. كأنه نحن بنفق طويل مش عم نعرف كيف بدنا نطلع منه. ولأنه نحن أولاد الإيمان، ولأنه الحياة أقوى من الموت والحب أقوى من الحقد، دورنا اليوم كفنانين نكون هالضوء اللي بيشع أمل ببكرة جديد. ولأنه يجبنا نستمر ونناضل، وصراعنا وبقائنا هو كمان استمرارية الفن والفكر والثقافة اللي عم بيغيبوا بيظل هيك أوضاع. ولأنه بكل خطوة منقدمها منحاول إنه نرفع راس بلدنا بالعالم. إن شاء الله تكون هالليلة فعلاً هي ليلة أمل، وننسى كل شيء عم بيصير ونعيش سوا اللحظة. ما تستحوا تغنوا معنا، ترقصوا معنا، تفرحوا معنا، تصوروا معنا وتغضبوا معنا. الغنية اللي حنسمعها هلأ هي غنية عم نشتغل عليها للألبوم الجديد، اللي حتكون من ضمن الألبوم الجديد. ومين أحلى وأعظم من الكبير منصور رحباني لحتى يوصف كل شيء عبالنا نعبر عنه بأجمل صورة. راجع من رماده الفينيكو، شعر الكبير منصور رحباني، موسيقى أسامة الرحباني. وطني، ما نويت هجرك إلا أرجعتني عفوا إليك الطريق. ها هنا نحن لن نزول، ها هنا نحن لن نزول، فنحن الصخر والبحر والزمان العتيق. Thank you.
وصراخ الرجال يحفر في الصمت سيوفا تفيأت البروق وصراخ الرجال يحفر في الصمت سيوفا تفيأت
كالصدفة قصدا تجمعنا سوا بنفس الغرفة جعنا عدنا سوا عسكي وحدي طلعنا بتران الحديث عساعة وحدي مشينا عليلة جديد بيدو الجريدة بيدو التاني غليون عيونو أجمل قصيدي شعره مش موزون بلحظة وصلنا نزلنا على الرصيف بين الركاب ضعنا وضع في الرصيف بين الدخان رح فليت مع صوت تراغب تختفيت يا ريت حسيت الغنية اللي رح نسمعها هلأ هي بغني لك يا وطني وهي بتوصف فعلاً صراعنا تجاه وطننا إذا منفل أو منبقى وشو اللي بيخلينا نحبه ونتعلق فيه هالقد بالرغم من كل شي عم نقطع فيه وبعده عم بيقطع علينا هالغنية من شعر الرائع غادي الرحباني اللي أكيد موجود معنا اليوم ودايماً مرفقنا بكل خطوة من قدمها غني لك يا وطني شو اللي معلقني فيك شو اللي مخليني فيك انت اللي ساكن فيه مش قدراني انسيك خوفي هاجر وروح والبعد يزيد الجروح بقلبي الوجع يكبر انت لقلبك مجروح كل اللي عم اساله مين اللي بشعك يا قمر العالي الحلو بتبكي وعم اسمعك هن اللي شوهوك بحكمن هدموك خيراتك كلها نهبوها راحوا تركوك غاباتك حطبوا نار وبحورك مزبالي انتو حكام العار اللي عملتو هالمهزالي برسم على الحيطان وإذا كنت محي يا وطني الصغير ببالي أنت كبير بدي أبقى بأرضي أشقى تتبقى بلدي الغلقى يا وطني يا ما في الحمام بدي لك يا وطني أنت تخلص الإيام شمسك تضيء ما تنطفي ولا القمر مشى بين البيوت بشوارع بيروت حزني عهالمدينة يومي عم بتموت وجوه ولاد صغار كبرت بالانهيار ضحكاتن غابت راحت ضاعت بهالمدار وين شجر الليمون لمسياج الساحات كان عبيرو يلفت
تفح العيون بهوى المسويات وين بيوت الأرميد المزروعة عنيد طلعت محلة بنايات عالم من حديد انت الفي مزروع برفض تبقى مزلول بديش بينك عالي مرفوع بصوت غني وقول شو عملت بوطني وحيات اللي راحوا واللي صاروا الحنين وحياتك يا أرضي ويا تاريخ الحزين يا رفيقي اللي استشهد يا شعبي اللي تشرد رح نرجع نتلاقى رح نرجع نتوحد وعد علي يا شعبي السجين وحيات اللي راحوا واللي صاروا الحنين وحياتك يا أرضي ويا تاريخي الحزين يا رفيقي اللي استشهد يا شعبي اللي تشرد رح نرجع نتلاقى رح نرجع نتوحد وعد علي يا شعبي السجين شعبي اللي تشرد رح نرجع
مش كل قصص الحب بتستمر. في قصص حب بتخلص بس ما بتنتهي. معقد الجملة شوي ما هيك؟ وهالأغاني بتخلينا نحن كفنانين نألف أغاني ونكتب أشعار ونغني أغاني بتضلها هيك بقلبنا. وأعظم أغاني الحب هي الأغاني الحزينة والحب يلي ما تحقق أكيد. رح نسمع هلأ خلص خلص أنت وأنا ما في حل. خلص ليش ونتقاتل انت وانا ما في حل. خلص ليش ونتجادل كل واحد لحاله يضل. خلص ليش ونتقاتل انت وانا ما في حل. خلاص ليش ونتجادل كل واحد لحاله يضل. كل واحد يرسم طريق ويفتش على شي رفيق. فكر وحدك أحسن ما نرجع الشق ساعتها بيرجع لخناق. اسمع مني وشوف لك شي حل. أحلالي وأحلالك أحلالي وأحلالك تما أخطر على بالك. أحلالي وأحلالك خلاص أشوف ليلي بنفس المطعم
لا تنتظر تطلي عطر رأس معي لا تحلم لا بقى تهديني زهور لا تحاول إنك تزور المطارح اللي بتعرفنا ما عادت بتعرفنا نسيت حالة ونسيتنا ضاعت وشردتنا تركني إنساني تتنعم نحنا صرنا المستحيل وباقي من العمر قليل قصدنا حب ومأساة والناس ما بترحم قصدنا حب ومأساة والناس ما بترحم هنكفي مع أغاني الحب مع واحدة من أعظم أغاني الحب اللي تألفت وانكتبت للعظيم جاك بريل وهالغنية هي بعنوان شانسون دي فيو زامان اشتغلنا عليها أنا وسامة للألبوم الجديد كتب لها شعرة أستاذ غادي الرحباني والإعداد والتوزيع لأسامة الرحباني وبدي أطلب من أسامة يساعدني أنه نرحب بالشخص اللي حيشاركنا هالغنية. لما طلبنا منه أنه يكون معنا موجود هون اللي هو بيشكل جسر بتقلو العالم بأوروبا ما تردد ولا لحظة ومساقب أنه هو جوزة لهبة طواجي إبراهيم معلول إبراهيم ولا مرة تردد ولا لحظة أنه يشتغل لأجل لبنان كلكم تذكروا الحفلة الضخمة اللي انعملت بباريس يونيبول وليبان وانا بصراحة وقت رحنا انا وهبة لهونيك عم نشتغل معه تفاجأنا انه كيف بيقدر يلحق على 28 ارتست بس مش غنوجين مثل عنا يعني كلهم ما عندهم مشكلة يكونوا مع بعضهم يحكوا مع بعضهم ما في اي مشكلة يعني بيقعدوا كنا قاعدين بلوج واحد من كل العالم من امريكا من لبنان من فرنسا انجلترا افريقيا وين ما كان كل العالم كان همه شيء اساسي للصراحة أهم حفلة عملت برا لأجل لبنان وهذا وجه مشرق إلى لبنان إبراهيم معلوف أو كان حتى خاله أمين معلوف وكل العائلة هون وبيه نسيب معلوف طبعا أستاذ هو اللي هو من الناس اللي عملوا الكاردوتون للترومبيت بدي رحب بإبراهيم معلوف لندق هالغنية
عواصف اللي هبت فينا عشرين سنة من حب جنون ألف مرة تركنا ومشينا حلفنا ما نرجع سوا نكون هالبيت بيتذكر كتير بالأوضة اللي ما كان فيها سرير كيف أصواتنا تعصف وطير ما عاد في شي بيشبهنا انت نسيت طعم الهنا وانا كيف ردك لقلبي انا حبيبي انت الروال حني نتلو بتعرف لآخر يوم أنا بعرف كل ألاعيبك وإنت عارف لي أسراري كم مرة وقعت بلهيبك وأنا خسرتك بمشواري أكد كان عندك عشيقات كنت تمضي معهن أوقات سهراتك تخلص بالنزوات بالنهاية بالنهاية بدا موهبة لحكاية تنكبر سوا ونضل صغار حبيبي انت بتعرف لآخر يوم كل ما الوقت كان يواكبنا كل ما الوقت كله ألم لكن مش هيك الحب بيخدعنا لما العشاق يعيش بسلام دمعتك وقعت بالمدى وجروحي غابت بالصدى محمينا اسرارنا من حدا ما عدنا نآمن بالصدفة خفنا من القدر المخفي خلصت الحرب على الهدى Bonsoir tout le monde. Je suis très très honoré de faire partie de cette grande fête et de célébrer la beauté et la diversité du Liban avec tout le monde ici. Alors je parle un peu français mais لأنه بحكي عربي كتير غلط وعشت كل حياتي برا
فبخاف أغلط معكم وأحكي شي كلمة ما تطلع مظبوطة. So I'm gonna switch to either French, English or Arabic altogether. Is that okay? Okay. I want to thank Osama and Hiba pour leur générosité de m'accueillir ici ce soir. Je voudrais faire une expérience avec vous. Est-ce que vous seriez prêts à faire une expérience avec moi? OK. لأنه سمعت صوتكم, سمعتكم عم بتغنوا et vous avez une magnifique voix. Est-ce que vous m'entendez? Je savais que ça allait être une belle expérience, mais je ne savais pas que c'était aussi intense. Ok, let's try with me. C'est très facile. Ici, il faut descendre. كتير هين هيك. Okay, let's try this. Can I hear you a little bit louder? 1, 2, 3, 4. Louder. We'll be right back.
do it one last time, very calm. Cette musique s'appelle Red and Black Light et c'est la mélodie de la liberté. J'étais ravi de partager cette liberté avec vous ce soir. Merci Oussama, merci Hiba. Merci tout le monde. Merci. Applaudissez Ibrahim Malouf. Encore, encore. Ibrahim. صيف السنين انتهى بسرعة والمرة اللي شعرها أحمر مثل مروري بأفكارك لحظة بتلمع وبتغيب يا عصافير السهل الجاي تبشر بشدة الشرير جوه أسامي ببالي حدا يذكرني لمين دني حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور صيف السنين طرنا القمر عسطوح السهر ليطل وهدينا عقارب الساعة خايفين الوقت ليفل ما في قوي بهالدنيا بتأخر حبوب الريح شعرك والكرس واللوز بأول موسم تلويح يا عصافير السهل الجاي تبشر بشدة الشريط وجوه أسامي ببالي حدا يذكرني لمين دني حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور انت حولي وأنا حولك في شي جاذبنا ومندور الصيف انتهى ما قلتلك شي بيزعل ليش زعلان العشاق بدو يضلوا عالإيمان بطرح صبيعك عكتفي عم يحرقني من إيام يمكن لو تبسلي المطرح تهدأ أوجاعي وبتنام صيف السنة انتهى بسرعة وأحمرت أحراش الغار والمرة اللي شعرها أحمر مثل شعلاني بالنار لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غريب وانا بتذكرني وبتخيب بمرق ببالك وبروح من بدو يداوي للجروح صيف السنة انتهى بسرعة وأحمرت أحراش الغار والمرة اللي شعرها أحمر مثلن شعلان بالنار لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غريب مثل مروري بأفكارك لحظة بتلمع وبتغيب يا عصافير السهل الجاي تبشر بشدة الشريط جوه أسامي
ببالي حدا يذكرني لمين دني حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور انت حولي وانا حولك في شي جاذبنا ومن دور الصيف انتهى ما قلت لك شي بيزعل ليش زعلان العشاق تباسمين على الموج وعلى الشتان سمع مثلي صوت الجرس مدري بيا وديان عم ينتهي حدا ضايع بده يدلو على الايمان اطرح صبيعك عكتفي عم يحرقني من ايام يمكن لو تبسلي المطرح تهدأ وجعي هو بتنام صيف السنة انتهى بسرعة وحمرت أحراش الغار والمرة اللي شعرها أحمر بتلون شعلاني بالنار لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غريب وأنا بتذكرني وبتخيل بمرق ببالك وبروح من بده يداوي الجروح بما انه ابراهيم عامل معكم اكسبيرينس وانا صرت شوي غيرانه شو رايكم هالمره انتم تجربوا الصرخه اوكي اوكي اسامه بعطيهم انا لوكي رح نسمع هلا اغنية جديدة من الالبوم الجديد يلي رح ينزل قريبا ان شاء الله بعنوان عبالي اهرب عبالي اهرب عبالي واسكن بدني لحالي واصرخ بصوتي عالعالي ويسافر صوتي وما يرجع عبالي عبالي اهرب عبالي واسكن بدني لحالي واصرخ بصوتي عالعالي ويسافر صوتي وما يرجع راحوا اللي كانوا يحبوني راحوا بدنيا
هالغنية أكيد بتعرفوها بعتقد. مين اللي بيختار؟ بدي أطلب منكم كل امرأة موجودة هون بالصال ضو فلاش تبع التليفونات كلنا سوا، وكل رجل موجود أو كل شاب يدعمها ويضوي معها كمان. هالغنية لكل امرأة لبنانية، أم، أخت، بنت، زميلة. مين اللي بيختار؟ هلا أنا عرفت مين اللي بيختار، مرسوم ومكتوب بالعالي المسار. هلأ انا عرفت ما عادت هالبنت، اليوم كبرت وصرت وحدي اللي بختار. هلأ انا عرفت مين اللي بيختار، مرسوم ومكتوب بالعالي المسار. هلأ انا عرفت ما عدت هالبنت، اليوم كبرت وصرت وحدي اللي بختار. ما فيكن تحبسوا الطير قفص من حديد، وسع السما الغيم سهول ياخدها لبعيد. ما فيكن تحبسوا الطير قفص من حديد، وسع السما الغيم سهول ياخدها لبعيد. انا بدي طير ما حدا بيلغي جناحاتي، صوتي العصافير غني الحلم بغنياتي. ما حدا بيقدر محيني القوة اللي فيي رح تحميني، انت ايماني الكبير، حب وعهد جديد. انا بدي طير ما حدا بيلغي جناحاتي، صوتي العصافير
هلا انا عرفت ما عدت هالبنت اليوم كبرت وصرت رح كفي المشوار من النساء المؤثرات عنا بالمجتمع اللبناني بالدول العربية هي فنانة لبنانية بحبها كتير على الصعيد الشخصي والفني بحترمها بحترم قوتها بحترم إصرارها بحترم إنه قدرت تتخطى كتير من المصاعب وتوصل للي هي فيه اليوم. أسامة؟ أول شيء مثل ما قالت هبة نحن كتير حبين يكون معنا هالشخص واللي منعزه كتير ونحن كتير أصحاب نحن إياه نحب ذكاءه نحب شهرته ونحب كمان انتشاره بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم والذكاء بالغناء وبكل شيء بدي رحب مع بالفنانة الكبيرة إليسا الغنية اللي رح نسمعها والغنية اللي رح نسمعها هي أغنية جديدة رح تكون من شعر الشاعر الصديق كمال قبيسي يلي هو نفسه عمل عبالي أهرب عبالي والموسيقى طبعاً دا إليه هو القصيدة رحبوا بالنجمة إليسا Sunny.
عرضك للمحب سلام فتح للدنيا بوابك وطني يا هدف الأيام وذكرى الحب والأحلام عرضك للمحب سلام وفتح للدنيا مرسي. رح احكي قبلك ladies first. الحقيقة اليوم هي ليلة أمل لأنه صرنا زمان ما شفنا بيروت فيها موسيقى وفيها فن وفيها حب وتجمع هالقد. ومثل ما قال أسامة العظيم برأيي وبرأي كتير بس برأيي المهم إنه نحن اليوم بالفورم هيدا المسرح تدمر واليوم نحن فيه وهيك دايماً بدنا نشوف بيروت. أنا بفتخر اليوم أن يكون يمكن عملت كل شيء. اليوم بقول بقدر أقول أن أنا عملت كل شيء وقفت على مسرح الرحباني. والحقيقة نحن حبينا لبنان مثل ما عملوه عاصي ومنصور. واليوم باللي عم بيصير هيدي شقفة من اللي بدنا إياه بدنا نستعيده ببيروت. أوكي بدي أحكي عن هبة. اليوم الحفلة أسامة وهبة وفي إبراهيم ضيف وأنا ضيفة بس كانت سوربريز. هبة حقيقة أنا من وقت ما بلشت شوفها كمبتدئة كانت قلبي كبر فيها من أول لحظة لأنه لمعت وين ما كان محل ما وقفت على حيالة مسرح نجحت وحملت لبنان بصوتها فينا نقول لكتير دول بالعالم حقيقة. وأنا كتير مبسوطة لأنه اليوم أنا بدي أقدم أنا وهبة يعني أغنيتين ميكس. أوكي بدي أحكي عن إبراهيم. أكيد إبراهيم معروف أوكي أنه بعرف أنه أنت فنان عالمي وقاعد بتسافر من لمحل لمحل لأنه بحبوه العالم بس نحن بنقول أنه أنت لبناني ونحن حاسبينك علينا. وأنا ما بنسى وقت تدمرت بيروت كيف جمعت كل فنانين فرنسا كنت معهم وكانت هبة كرمال يحيوا الظلم اللي صار بحق هالمدينة. واليوم أنت معنا مع أسامة ومع هبة وأنا اللي الشرف كون موجودة تنقول للكل إنه بيروت رجعت إن شاء الله. أول شيء بدي أرجع لحد بإليسا وبالأغنية الجديدة اللي كان مبسوط أنا بيها أنه عملناها زهرة من ياسمين. اسم الكاتب الشاعر كمال قبيسي. كمال قبيسي هو معنا وهنو كمال. وبدي كمان أقول أرجع لشيء تاني بدي أقول مرقنا بثلاث سنين كتير صعبين وبحدا يعني بجائحة هلكتنا وما عاد نعرف نتصرف مع بعضنا قتلتنا دمرتنا عملنا انهيار منا فعلا فقدنا أشخاص كتيرة ومين ما حدا صابه أشخاص من أصدقاء كيف إذا كان حدا بيخصنا كتير نحن فقدنا كبير عظيم وبيخصنا هو مثل بيت تالت لإلي أنا كان شخصيا هو الكبير العظيم ياسر رحباني واللي بيوجع أكتر إنه راح وما قدر نمدعه أو نكرمه بالطريقة اللي بيستحقها هالعملاق ما قدرنا حتى يعني نعطيه لحظة وفاة. نحن ما فينا نعطيه شيء أصلاً قد ما هو عطى بفكره بموسيقته
وبحبه للناس وبالقسى تبعه، واللي ايام كتير كنت كون انا وجاد بالاستوديو نشوف قديش عنده نقمه وعنده هيك حرقه على اللي عم يصير بالبلد وعلى او اي انسان بيحكي طريقه غلط بحق بلده. كان عنده بيان بيعتبره خيان، ونحن بالنسبه لنا كنا نعتبره البي الاقرب لنا لانه كنا نقدر نحكي معه. كنا نخاف من عاصم منصور لانه ما بيعرف بصراحه، كانوا اكبر منا لان كثير، بينما الياس كان هو الوسيط بيناتنا. بدي اقول الليلة انه حابين نعمل له اوماج له، وما بيأدي شيء هذا رح نقدر نعمله، ما بنقدر نعمل ابدا ونكفيه على شيء. الياس رحل كثير قبل ما هو يرحل مزبوط بالجسد، هو عايش معنا، هو باللي زرعه بالاغاني وبافكاره وبالناس واللي خليهم يغنوا ونشرهم بكل العالم، هودي اللي ظهروا، وهو اللي زرع البسمه والافكار الحلوه والضحكه على طول. نحن ما بنقدر منها نرد لك شيء من اللي عم نعمله. كل اللي بدي اقوله انه لانينا بدي اقول لها هيدا، بس بدي اقول انه اوماج له. وكمان بدي اقول انه بالنسبه لإلي هو ما راح، هو رحل بس عايش فينا. شكرا. كمان اليوم بدنا نحيي روح الياس الرحباني اللي اكيد موجوده معنا اليوم واللي موجوده بحق يلا لحظه فرح وسعاده وحب للوطن.
يطحن شمسه في Thank you. Merci. Merci. Elisa, Elisa. بما انه عم بتحمسوا خليكم عم بتحمسوا وخلينا نرقص سوا شوي. أول ما شفته سوا أول ما شفته ما حبيته سلم علي ما مسيته من يوم اللي شفته بالي مشغول يمكن حبيته قلبي بيموت خوفي لا يكون معلق فيه والكلمة سحرني أعلقني فيه
أينك دخلك يا الله صرنا كلنا ضيعين عايش بأحسن أصور تاري عم بي دي
سمعنا شيعة هالبرزان بهالسهل على العين ريحة انبز يا ليلي يا عين قال الدولي بلا الخشخاش يا عين اشتقرنا وانسطلنا من العذاب عطيش وميت قطيش قاعدين ندفش تدفيش كنا نعيش من الحشيش صرنا عم ناكل حشيش عطيش وميت قطيش قاعدين ندفش تدفيش كنا نعيش من الحشيش صرنا عم ناكل حشيش اجت الدولة لعنا قال نزعتوا كل شي في أجيال بلا زراعية الحشيش في دول بتعود مال اللي باع بعطره بسكر حشيش خشخاش وعنبر هلا هيك العطر تغير حتى المعزي فلو طيشر حتى المعزي فلو حياتي على الدولي أخذت هي الخشخاش ما في موظف غير مطار واحد غير واحد فاش ما بقى ماشي غير الكاش والعش بدك أو بتكاش والعش بدك أو بتكاش أنا شو بدي بهالعيش راجع مثل الأول عيش رح أزرع إلي ولا قديش بعدي مالين وتحشيش راجع مثل الأول عيش العالم كله عم يسألنا انتو والله كيف عايشين قلت لهم هيدي بلدنا صرنا عليها معودين سياحة فن ومعارك والله الحامي الله مبارك يلي بده يجي شارك نحن بسيك المجانين كله عم يسألنا منه والله كيف عايشين كله هيدي بلدنا صرنا عليها معودين سياحة فن ومعارك والله الحامي شغلي بيتدين حتى يسهر قاعد لا عملي ولا شغلي ليلي بدو يظهر والأسواق عم بتعاني بس المال هي العاني ناس بتصرف ناس بتراني ناس بالخيمة عم تكبر We'll be right back.
الناس بزيت فيك تتزلط فيك تتحجب صيف وشتي على نفس البيت بين الكنيسة وبين الجامع بارز غير كل شي جامع بدرس أحمد ماري ولامع سيرجو بشبط من نورين عيال ديون عليها طايفي عيال بتبلع ما بتشبعش اللي بيصلي واللي بيسكر قاعدين بزاك المعسكر اجمل مسلسل عم تحضر سرق خيالي طاشو هيدا البلد مش طبيعي النهاية للنهاية رح نسمع آخر غنية ليش عم تقعدوا ما هي آخر غنية آخر غنية بدكم تنبسطوا من كل قلبكم زمان كمان غنية جديدة رح نسمعها هلا
ميرسي. Thank you.